السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة وصفة الشيف أيهم. اليوم جيتكم طريقة حلويات انطلبت مني كتير، اللي هي من أطيب أنواع الحلويات الشرقية اللي هي الهريسة. سهلة بمكوناتها بس صعبة بطريقة التحضير. رح نشوف المكونات وطريقة التحضير وأسرار الهريسة. عندي كيلو سميد خشن أو ناعم، ما بتفرق معنا طبعا، إذا كان خشن بيكون أفضل، يعطي طعمة أطيب بالهريسة بالقطع بعد التخمير. عندي كيلو سميد خشن، الكيلو سميد بيطلع معي 5 كاسات من 200 جرام. عندي 600 جرام سكر خشن بيطلع معي 3 كاسات من 200 جرام، وعندي 600 جرام مي بيطلع معي 3 كاسات من 200 جرام. عندي زر بيكنج باودر، وعندي كربونات الصوديوم، وعندي سمنة. رح نشوف طريقة التحضير. رح أضيف المي بالطنجرة وأضيف عليها السكر ومشغل عليهم على الغاز. رح أضيف نص زرف البيكنج باودر على السميد، حركهم مع بعض. رح اضيف فوق السميد نص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة كربونات الصوديوم، حركهم مع بعض. حنحرك السكر حتى يذوب وتغلي المي عشان ننزل السميد عليه. بعد ما غليت المي رح نطفي عليها ونضيف السميد اللي جهزناه مع كربونات الصوديوم والبيكنج باودر ونحركهم. حركهم مع بعض. طبعا هلا صار عندي السميد جاهز، رح اتركه يتخمر مدة 8 ساعات او ليلة كاملة. انا رح اعيفه مدة 8 ساعات ونرجع نشوف طريقة الهريسة كاملة. رح نعيف حبة السميد تاخذ راحته وتفنش بالقطر. رح نرجع بعد 8 ساعات ونشوف النتيجة. عندي هون رح نحضر القطر. طبعا انا ضفت 2 كاسات سكر 1 كاسة مي. كل كاسة سكر بدها نص كاسة مي للقطر، مع رشة ملح ليمون صغيرة او ترانشين ليمون. انا ضفت 2 كاسات سكر وكاسة مي، رح اعيفهم يغلي واطفي عليهم مشان يبردوا، مشان نستنى السميد لتخمر حبة السميد وتفنش ونمدها بالصينية ونشوف النتيجة. عندي هون مثل ما شايفين بلش القطر يغلي، رح اطفي عليه واعيفه يبرد. هلا بعد 8 ساعات رح نشوف السميد كيف صار فيه. لازم نحرك السميد منيح، نعجنه مع بعضه بهي الطريقة. مثل ما بتشوفوا حبة السميد فتحت. رح نجهز الصينية. عندي هون صينية مقاسها 40 × 25 سنتي. احط نص معلقة سمنة وادهن الصينية فيها. ممكن اذا عندنا سمنة حيواني نحط قطعة صغيرة معها، بتعطيها طعمة ونكهة طيبة. هلا بعد ما ضفت السمنة الصينية ودهنتها، راح اضيف معلقة من القطر اللي طبخته بأرضية الصينية. هلا بعد ما دعكت الهريسة رح اضيفها بالصينية. هاي افضل طريقة للهريسة بثلاث مواد بس، طريقة سهلة مع اسرار نجاح الهريسة. رح امدها بالصينية. هلا بعد ما مديت الهريسة رح اسأله عشان تصير عندي بشكل سابي. طبعا في عالم بتكتب لي تعليقات انه الهريسة عم بيعظم وشها، وشها بصير ماكن وبتقمر. طبعا لازم ما نستخدم مي على وش الهريسة مشان حبة السميد ما تنشف. ممكن نغير ايدنا بشوية قطر ونسألها. هلا بعد ما سألنا وش الهريسة، عندي هون سمنة حيواني او ممكن نستخدم سمن نباتي اذا كان عندنا سمن حيواني ما متوفر. لازم نقطع هلا الهريسة ونجهزها مشان نزينها بالمكسرات المتوفرة عندنا. طبعا السمنة مش اقبل فيها السكينة وقطع فيها هريسة، بعطيها نكهة طيبة كتير كتير. انا اول شي راح اعلمها الصينية، ناخذ ورم النص، ناخذ قطعة بقطعة وعلمها الطرف الثاني، بناخذ النص طبعا، ناخذ هون النص، ناخذ هون النص، نرجع ناخذ مصاص
من الطعام. انا قطعت صينية الهريسة بهالشكل، حنزينها بالمكسرات المتوفرة عنا. هلأ بعد ما قطعنا صينية الهريسة رح نزينها بالفستق الصنوبري. هلأ مثل ما شايفين زينا صينية الهريسة بالفستق الصنوبري ورح ندخلها على الفرن. رح ندخل صينية الهريسة على الفرن على درجة حرارة 140 مدة نص ساعة. طبعا الهريسة بنحطها بالرف الوسط اللي بالنص، لا فوق ولا تحت، مشان تاخد حرارة مناسبة للسميد. درجة حرارة 140 المدة نص ساعة. رح نشوف هلأ بعد 25 دقيقة شو صار بالهريسة. شوفوا لي لون الهريسة بلشت تاخد الاحمرار. رح ارجع اقطع الهريسة مثل اول مرة على نفس الخط. نرجع ندخلها على الفرن مدة 5 دقائق البقيانة. طبعا مثل ما حكينا اذا كان عندنا سمنة حلواني بالسكينة فيها بيعطي نكهة طيبة كتير كتير للسميد بالهريسة. هلأ مثل ما شايفين رح نرجع ندخل صينية الهريسة على الفرن مدة 5 دقائق ونرجع نشوف النتيجة. طبعا انا هلأ شغلت على القطر، لازم القطر يكون سخن مشان ننزله على الهريسة. رح نسخن القطر منيح لوقت تطلع عنا الهريسة. مثل ما شايفين القطر عندي غلى، رح اطفي عليه ونشوف الهريسة. هلأ بعد نص ساعة لازم نشوف كيف طلعت عنا صينية الهريسة هاللون الذهبي والاحمرار الحلو. هلأ عندي صارت الهريسة جاهزة هاللون الذهبي الحلو. هلأ رح طفيها بالقطر وهي سخنة. طبعا لازم نضيف القطر على الهريسة وهي سخنة. يا سلام على الريحة الطيبة. طبعا كمية القطر لازم الهريسة تنغمر بالقطر من أي تبرد. أطيب هريسة بثلاث مكونات: سميد، سكر، كربوني. كمية القطر كافية. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسونا من لايك على الفيديو وتشتركوا بالقناة. هاي نتيجة الهريسة بثلاث مكونات بس. ما تنسونا من لايك على الفيديو وصحة وهنا.